هو كابتن محمود الخطيب كابتن اسامه قال من ضمن كلامه احنا الاهلي كل كام سنه في حاجه بتعدي، احنا قصرنا معاكم بيقول اللعيبه. طبعا احنا كان لازم نحتفل بالعشره والسوبر وبرونزيه كاس العالم، وعشان انتوا تستحقوا ده احنا هنعمل لكم احتفاليه تليق بكم. ولكن هو قال كمان كلمه لازم تخش جوه دماغ كل لعيب، ان خساره بطوله دي بتبقى بدايه لبطولات كتيره جايه لجيل النادي الاهلي اللي بيمثلوه رجاله النادي الاهلي اللعيبه دي، وده اللي احنا تعودنا عليه عبر تاريخ النادي الاهلي على مدار السنين. مظبوط، يعني يمكن انا كنت اتكلمت في الكلام الكابتن محمود اتكلمه قبل حتى ما كان نسمعه بودننا، لان احنا عشنا الكلام ده واحنا لعيبه واحنا في الاجهزه الفنيه. يعني انا واحد من الناس جيت النادي الاهلي 81، وطبعا حتى الان بنتمي للنادي الاهلي، كنت لاعب كنت مدرب كنت مدرب عام، يعني مريت بالمراحل كلها. المواقف دي اللي كابتن محمود بيحكي عنها احنا عشناها كلاعيبه، شفناها كتير لما النادي الاهلي بيخفق في بطوله او بطولتين او على مر التاريخ يعني. فالكلام اللي الكابتن محمود كان بيقوله احنا كلنا عشناه وعارفينه، يعني احنا متوقعينه يمكن قبل ما الكابتن محمود نفسه يقوله، يعني احنا كلنا عشناه وشفناه. فكون الكابتن محمود يقول هذا الكلام، نفس اللي جوايا، نفس اللي جوا اسامه، نفس اللي جوا شريف، جوا علاء، جواك احساس الناس اللي كانت موجوده في النادي الاهلي على طول. مظبوط. والكابتن محمود بجماهيريته الكبيره وشعبيته الكبيره وبيخاطب اللاعبين وبيخاطب برضو الجماهير، برافو عليك، بيقول لهم ان انتوا السند اللي تملي موجود للنادي الاهلي. الناس دي بذلت جهد كبير جدا جدا جدا، كسبت بطولات كتير، كل البطولات اللي دخلوا فيها باستثناء الدوري العام السنه دي. واتكلم في النقطه اللي برضو يمكن قلناها احنا في الاستوديوهات كتير، ان هو قال انه في اجهاد ذهني قبل الاجهاد البدني، لانه الاجهاد البدني بينعكس على الذهني، فبيأثر في ادائك، بيأثر في الضغط، بيأثر في اخطاء، فده موجود. ف برضه كلمه قالها اللي هي ارفع راسك انت في النادي الاهلي. كنت هكلم البطولات موجوده، اصل البطولات الحياه بقول لك مستمره، الحياه بطوله جايه ورا بطوله جايه بطوله. انت داخل، انت دلوقتي في نهايه شهر 8، انت في الشهر الجاي عندك 3 4 بطولات للنادي الاهلي. فخلاص دي صفحه اتقفلت وعندك انطلاقه للي جاي. صحيح. فلازم ناس كده، مش هفضل انا مطاطي، ولا ده انا اللي كسبان اكتر، وانا الموسم بتاعي موسم ناجح، فابص للي جاي. اللي كونك وقعت منك حاجه، اكيد في كلنا مرينا بالظروف دي، ان ممكن بطوله تقع منك، بطولتين في تاريخك، 3 4 بيحصل، لكن بتكسب 80 90% من البطولات. صحيح. فالبطولات جايه وجايه كتير ان شاء الله. المهم ان انا انطلق منها، يعني دي برضو نقطه قالها، المهم ان انا انطلق للي جاي. مزبوط. انت بعد 3 4 ايام الدوري خلص، هتخش في كاس مصر، في السوبر الافريقي، في البطوله الجديده. فطبعا كلمه كانت وكاس عالم للانديه. صحيح. فانت كانت كلمه جايه في توقيتها، واعتقد ان اللعيبه استوعبتها، وبالذات كمان اللعيبه القديمه الصغير لما بيشوف الحاجات دي بيتعلم، لان احنا كلنا اتعلمنا كده. مزبوط. يعني كلنا شفنا اللي قبلنا كانوا بيقولوا لنا كده، ورؤسائنا كانوا بيقولوا لنا كده، والكابتن مر بالمواقف دي كتير جدا وشافها وعاشها كلاعب ومدير كوره وبعدين عضو مجلس اداره وبعدين رئيس النادي. فاكيد الصغير في اللعيبه اللي ما عاش في النادي الاهلي كتير اكيد هيفهم من الخبرات ديت اللي بتتنقل له. واتمنى لهم التوفيق، لان هم فعلا يستاهلوا انه يتعمل لهم تكريم كويس. صحيح. لانه خدوا تقريبا 90% من البطولات اللي دخلوا فيها السنه.